لك شوفكم على خير ان شاء الله، اولاد الحلال ان شاء الله الصالحين على خير ان شاء الله. شوفكم على خير. حطوا وين كيف جيت انا تقريبا في شهر 8 2017 مع الحجاج اللي اجوا، ومن ساعة ما جيت وانا بسعى على اساس اسجل اني اسافر، ما خليت باب الا وطرقته فان امشي واسافر، والحمد لله ربنا سهل وهدفنا كتب لنا السفر ان شاء الله، وطلع اسمي من يوم الاحد وهي اليوم الثلاثاء بدنا نمشي، بحيث انه الواحد مش ندمان انه شاف اهله وانه تزوج، انه شاف اهله وانه تزوج انه كذا، لكن انه الوضع صعب صعب، يعني في ممكن تضحي باقامه، ممكن تضحي بمستقبل، ممكن تضحي بعمل، ممكن تضحي باي حاجه، مجرد انه عشان جاي تزور أهلك.